مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. وزارة الزراعة توزع 1 مليون من الفراخ 40,000 أسرة. إنجاز أنشطة نفير تنموية في مدينة حجات. تبرعات مالية لمكافحة وباء فيروس كورونا. اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. روسيا وشركة أسترازينيكا تعلنان عن إجراء اختبارات سريرية للقاحيهما. والحكم بالسجن مدى الحياة بحق المدام باغتيال رفيق الحريم. السلام عليكم ورحمة الله. بدأت وزارة الزراعة توزيع حوالي 1 مليون فرخة في عمر الشهر 40,000 أسرة بأسعار مناسبة. وعلم بأن البرنامج الذي بدأ من يونيو 2020 يستمر لعام كامل، يشهد توزيع 27,000 فرخة أسبوعيا في كافة أقاليم البلاد بمبلغ بالغ مالي قدره 15 نقفة لكل فرخة، حيث حصلت حتى الآن 12,386 أسرة على الفراخ، ويسمح لكل أسرة بالحصول على 25 فرخة. ويقوم مركز قحوتة لتربية الدجاج بتفريخ حوالي 27,000 فرخة أسبوعيا لهذا الهدف، وإرسال الفراخ بعمر اليوم الواحد إلى نقطة كرن لرعايتها وتربيتها وتوزيعها بعد بلوغها عمر الشهر. وتوضح المعلومات الواردة من وزارة الزراعة بأن الأسر الحاصلة على الفراخ تستطيع تحسين حياتها المعيشية منطلقة من الفراخ الموزعة إليها والتحول من تربية الدواجن التقليدية إلى أنشطة تجارية مصغرة. وعن طريق البرنامج الهادف لتحسين حياة المواطنين خاصة في الريف النائي، شهدت سنوات الاستقلال الماضية توزيع 43 مليون و16 من نوع الفراخ المنزلي وحوالي 4 مليون من نوع الفراخ التجاري لخمسة ملايين مواطن. اتخذ الشباب النموذجيين في مدينة حجات بإقليم عن سبا مبادرة فعالة لتنظيم أنشطة نفير طوعية تمثلت في صيانة الطرق المسفلتة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الطرق المسفلتة الجاري صيانتها كانت تعيق حركة المرور وتتسبب في حوادث مرورية، ويقومون بتجهيز معدات عمل تساعدهم على إنجاز المهام الجارية. وطالب المشاركون في العمل إدارة البلدة لدعم العمل ليكون أكثر فعالية وصيانة الإضاءات المنتشرة على طرقات البلدة التي سارت خارج إطار العمل. وأشاد قادة المركبات بالمبادرة المتخذة لصيانة الحفر التي كانت تعيق حركة المركبات، داعين كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل لهم. وتشير المعلومات الواردة من مدينة حجات إلى أن شباب البلدة قاموا من قبل بتقديم مساعدات عضلية للمحتاجين وأسر الشهداء في إطار البرامج الجارية للتصدي لفيروس كورونا. يواصل المواطنون في الداخل والمهجر التبرعات المالية للتصدي لوباء فيروس كورونا. وأوضحت وزارة الصحة بأن جمعية دبنة التعاونية للمناضلين تبرعت ب5,000 نقفة، والجمعية التعاونية لمدرسة الثورة سابقا القوات البحرية 5,000 نقفة، وجمعية مدهن ألم رقم 2 بمدينة كرن 3,000 نقفة، وجمعية مدهن ألم لأبناء واس دنبا في مدينة كرن وحداس قاي لتصفيف الشعر، وجمعية يوسوس لأبناء براقي في مديرية عدخالة المقيمين في أسمرة، والجمعية التعاونية فيا جرمن قحوته 1,000 نقفة لكل منهم. وتبرعت كل من جمعية أواناس لأبناء دبزانة في أسمرة، وجمعية زايد كلوم مندفرة، وجمعية مدرسة وين الفنية، وجمعية بعلى مريم دك حضري مريم وعد كلوم ب1,000 نقفة. وقدم عدد كبير من المواطنين فرديا تبرعات بلغت حوالي 70,000 نقفة.
نتوقف سادتي مع فاصل ونعود لمواصلة الأخبار. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا بحلول العام 2030 إلى 55%، فيما هي محددة الآن بنسبة 40% مقارنة بمستويات العام 1990. ويندرج هذا الهدف في إطار مشروع أوسع للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل من أوروبا أول قارة في العالم تنجح في تحييد أثر الكربون في 2050. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، واعتبرته الطريقة السليمة للوصول إلى تحييد أثر الكربون في عام 2050. وتعثرت المفاوضات لساعات طويلة من قبل بولندا التي كانت حريصة على الحصول على ضمانات بشأن المساعدة المالية التي ستحصل عليها مقابل أن تحول اقتصادها إلى صديق للبيئة. ويعتبر الميثاق الأخضر بمثابة البوصلة التي تحدد بعض معالم سياسة المفوضية الأوروبية، وهو يعطي كبير الأهمية للعناية بالمناخ من خلال تحديد الوصول بصافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير وكهدف ملزم لدول التكتل. أعلن مختبر أسترازينيكا وروسيا عن تجارب سريرية مشتركة للقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد. وقال فرع أسترازينيكا في روسيا في بيان أنه يعلن عن برنامج تجارب سريرية لتقييم سلامة ومناعة اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ولقاح سبوتنيك في الذي طوره معهد الأبحاث غاماليا. ويستخدم كل من اللقاحين ناقلات الفيروس الغدي البشري. وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي مول تطوير لقاح سبوتنيك في بيان إنه عرض في 23 من نوفمبر على أسترازينيكا استخدام أحد ناقلات اللقاح سبوتنيك في تجارب سريرية إضافية للقاحه. وتعتبر روسيا إحدى أوائل الدول التي أعلنت عن تطوير لقاح للفيروس أطلقت عليه تسمية سبوتنيك في نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفيتية. قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005. وقال القاضي ديفيد ريفي من المحكمة ومقرها هولندا إن الجرائم خطيرة إلى درجة أنها تتطلب العقوبة القصوى. وحكم عياش غيابيا وأدين في أغسطس الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين، فيما لا يزال عياش طليقا إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسليمه مع 3 متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف. تعرضت مدينة البندقية في إيطاليا لفيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى غرق المدينة في المياه وفشل نظام حاجز الفيضانات في التعامل مع المياه الغزيرة. وتفاجأت السلطات المحلية في مدينة البندقية بارتفاع منسوب مياه البحر بشكل غير متوقع مع رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع المد ليبلغ 145 سنتيمترا، ما أدى إلى إيقاف فاعلية نظام حاجز الفيضانات الذي تم تنفيذه مؤخرا في المدينة ويعمل بارتفاع أقصاه 130 سنتيمترا. وكانت قد أقامت مدينة البندقية الإيطالية حواجز الفيضان للمرة الأولى في أكتوبر الماضي بعد أن حذر خبراء الأرصاد من أن أثر عاصفة قد يتحد مع ارتفاع المد ويغرق المدينة. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.